أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أن للزميل الأخضر بالريش. سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. الكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية على نار على نار على نار في حالة انتظار. الليلة النهائي المزلزل الذي لا يعلو عليه أي نهائي آخر، لما يحضر البرازيل والأرجنتين في الدور النهائي ينسى ما سبق. إنه لقاء العمالقة مع معة الجبابرة في عالم الكرة، بالنجوم العالمية ليو ميسي نيمار والبقية. 23 لقب في كوبا أمريكا على الميدان، 14 للأرجنتين، 9 للبرازيل. يا سادة يا كرام، البرازيل بذكريات الملك بيلي، ريفيلينو، جيرزينو، كارينشا، زيكو، سوكراتس، روماريو، جيرسون توستاو وفينومينو رونالدو. والأرجنتين بذكريات كبير الكبار، دييغو مارادونا، كامبس بيرتون. الميدان كور على اليمين، الروح القتالية لفريد نجم مانشستر يونايتد يستغرب، لكن هنالك مخالفة على جولزانو مونسير وإنذار والتسويب. لياندرو باريديس في التغطية، ترجع كورة أرجنتينية والمخالفة ضد ريتشارد ليسون نجم التوفيز. إيفرتون أمامنا، مطلوب أي مطلب. دي بول، دي ماريا لميسي، ماري دي ماريا طبعا أمام دي ماريا والركنية. للحكم يأتي مخالفة، مخالفة لجونزالو مونسير، التحذير والتسويب. دي ماريا جول، جول دي ماريا، جول أرجنتينا، جول الأرجنتين يا السادة، متعة العين الليلة. دي ماريا والكتيبة الأرجنتينية، نجوم تتنالف في سماء البرازيل بالذات. ارتدة السريعة والقوية والانذار لباريديس، وباريديس ينذر بعدما انذر. يتقدم نيمار، عيالة حارس ابو دونفيري، ميسي يسدد بجانب ايدرسون مرايش، ماركينيو. المخالفة واضحة ضد لوكاس باكيتا، كرة ثابتة للمنتخب الارجنتيني. 5 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي والطبيعي، معاناة كبيرة للسيريساو. ليسن يوزع، والركنية للبرازيل، أخطر الهجمات السيريساو. هل هنالك العودة للفار؟ وكرة الركنية غدارة، غدارة رأسية ماركينيوس، لكن لا تغير واقع الحال. لودي، كارلوس ألبرتو، الحركة. الحكم الأوروغواياني يعلن على نهاية الشوط الأول بأسبقية أرجنتينية مستحقة وقوية بهدف الأرجنتيني اليساري أنخيل دي ماريا. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية، في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام أينما كنتم من المحيط للخليج، نعود بكم إلى استاد ماراكانا لمتابعة أدوار الشوط الثاني من هذا الدور النهائي للنسخة رقم 47 من كوبا أمريكا في استاد ماراكانا الأرجنتين. العادة في كل مكان من أرجاء الملعب لعبو تينيزي الإيطالي رودريغو دي بول. ريتشارليسون، والحكم يأتي ضربة مرمى، المطالبة بمخالفة ضد أكونيا. مهاجم نيمار يعدي بيرنيس، أوه لوسيرسو، لوسيرسو سيرر الإنذار. جيوفاني ليو ودي ماريا يدخل، جول برازيل، جول، لكن لا، هدف أبيض، هدف أبيض. هذه كرة جول، وإيميليانو مارتينيز، يا سلام يا سلام، حارس أستون فيلا، حارس كبير وكبير جدا. يوزع، والحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول هنالك، هل هنالك ضربة جزاء؟ أوتامندي
ميسي وتتصدي بالحكمة باللعب ويمكن وتميز يعود للأرجنتين من تموقعه وهذه كرة مخالفة على رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد كرة ركنية عفوا من تياغو سيلفا بعيدة الذي حكيت عليه منذ بداية المباراة لوكاس باكيتا أو ضربة مرمى للحارس إيميليانو مارتينيز أرجنتيني في البحث عن الضربة القاضية عكوريا سبعة للتشكيلة الأرجنتينية دي ماريا المخالفة لنجم باريس سان جيرمان ميسي والتصوير في تعاملات المنتخب البرازيلي والمخالفة والإنذار لوكاس دي ماريا يوزع فينيسيوس يوزع ماذا هناك الحكم يتبلعب على جابرييل باربوزا نيمار ليوزع يعادي وفي النهاية جابرييل باربوزا ضربة مرمى لمنتخب الأرجنتين وكورة إيميليانو مارتينيز 2014 هذه كورة لتانيلو وهذه كورة تانيلو كورة في كوبا كابانا كورة السامبا غائبة هذه الليلة نهائي مخيف كورة جول كورة جول يا كاسيميرو يعلي وين هذه الكرة يا كاسيميرو خارج الميدان الحكي رودريجو دي بول غريب يبكي ليو ميسي يبكي ليو دموع الأرجنتيني ليو في التاريخ ليو يكتب تاريخه يعيش زمانه ويفرز سلطانه في ماراكانا التحذير والتسويب دي ماريا جول جول دي ماريا جول أرجنتينا جول الأرجنتين يا سادة متعة العين الليلة دي ماريا والكتيبة الأرجنتينية نجوم تتألف في سماء البرازيل بالذات